يعني هي الصعوبه ان انت تنجح في اي مكان. السنه اللي فاتت بيقول لك ابو سعود افضل حارس في الموسم، دي حاجه بتسعدني. السنه دي النتائج مش كويسه زي انا يعني عارف، بس بشتغل. مفيش حاجه اسمها ان انا ايه يعني اروح تمرين وان انا لا، طالما عندي امل لو نسبته قليله اشتغل عليه. وعلى فكره انا قعدت في النادي الاهلي سنين كتير بمباراه، يعني في مره مثلا رايحين نلعب السوبر المصري في الامارات، والمباراه دي كان مشي مارتن يول وكان جه كابتن عبد العزيز عبد الشافي، والمباراه دي كان كابتن يول جه اسبوع. المباراه دي بسببها احنا خدنا اللي كسبنا المباراه 3-2. المباراه دي بسببها انا قعدت 3 4 سنين تاني. احنا كنا خسرنا افريقيا وخسرنا الكاس بالزمالك 2015، ورحنا المباراه دي مباراه السوبر، كنت هتخسر كمان سوبر. فعايز اقول ايه، انت بتقعد بشغلك، بتقعد في المكان بشغلك، ما حدش بيجاملني. انا بشتغل، وقعدت مع مجلس اداره النادي، قعدت مع مجلس اداره كابتن حسن حمدي سنتين، قعدت مع المهندس محمود طاهر 4 سنين، قعدت مع كابتن خطيب سنتين، ما حدش بيجاملني. جي 4 مدربين أو 5 مدربين اجانب كملت معاهم، جي 4 مدربين مصريين، كل مدرب جه كام ولايه؟ ولايتين. كل مدرب جه ولايتين، وانا برضو ايه مكمل. اي مدرب من دول ممكن ايه لما يجي يقول لك انا مش عايز طارق، طب ما المدرب ده كان معايا الولايه اللي قبلها، ويجي يقول لك عايز طارق. كابتن زيزو جه مرتين، كابتن فتحي مبروك جه مرتين، كابتن محمد يوسف جه مرتين. فانا بقعد الفتره دي كلها ليه؟ مش عشان حاجه، عشان راجل بتاع شغل، بحب الشغل.